إقامة العتبة العباسية وبتوجيه من سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية دام عزة برفع النقاط الوسطية لتسهيل وتخفيف عن كاهل المواطن والزائر الكريم وسكنة المنطقة. صارت لقاءات بعد أخذ الموافقات من قيادة الشرطة وقيادة العمليات والجهات الأمنية المسؤولة بالمنطقة اللي هم فوج حماية الحرمين وقسم بين الحرمين وحفظ النظام. صارت عدة لقاءات وصار التوجيه والقرار برفع هذه النقاط الوسطية طوق كامل اللي هدفه الأساس هو التخفيف عن كاهل المواطن. باشر قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية على فتح المجالات وتسهيل حركة الزائرين. تقسم هذا العمل إلى عدة مراحل، كانت المرحلة الأولى هي الأملاك التابعة للعتبة إلى فتح هذه المساحات، وكانت المرحلة الثانية هي رفع العوارض الوسطية. كجزء أول كانت عارضة القربة وعارضة العلقمي وأيضا عارضة الحوراء، وأيضا كانت المرحلة الثانية باشرت كوادرنا برفع العوارض في شارع صاحب الزمان وأيضا نقطة القمر. كل هذا العمل هو كان مصب تسهيل حركة الانسيابية للزائرين